اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم ان في 5 مباريات انتهت الشوط الاول في كل هذه المباريات. المصري البورسعيدي مع حرس الحدود تعادل سلبي ما بين الفريقين، الاتحاد السكندري وهزيمه من نادي انبي او مغلوب في الشوط الاول من نادي انبي بهدف مقابل لا شيء، فوزي علي في الدقيقة 28 من عمر المباراة. الجونة أيضا مغلوب من المقاولون العرب، كان النتيجة 1-0 لسيف الدين الجزيري في أول دقيقة. أحمد ياسر ريان تعادل لنادي الجونة في الدقيقة 21، ثم جاتوش بانوم هدف في مرماه. أصبحت النتيجة 2-1 لنادي المقاولون العرب. الإنتاج الحربي والنادي الإسماعيلي ما تزال النتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين. مصر المقصة والنجوم وتعادل إيجابي ما بين الفريقين. باولو مفوافي هدف المباراة في الدقيقة 31 أو هدف المقصة في الشوط الأول في الدقيقة 31، وصلاح أمين في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول. خلوني أرحب بضيفي في الجزء الأول من هذا البرنامج، ملعب الأهلي، الدكتور أحمد ثابت. هنتكلم عن أهم أرقام اللي لسه كنا بنتكلم عنها منذ قليل في إطار الحملة الممنهجة اللي ضد الجهاز الفني للنادي الأهلي. ازيك يا دكتور أحمد؟ الحمد لله تمام. أخبارك إيه؟ الحمد لله. معلش النهاردة جبناك بقى من بورسعيد، كل سنة وأنتم طيبين وكل والدك ووالدتك وكلهم طيبين يا رب. رمضان كريم على حضرتك وعلى الأسرة الكريمة وعلى السادة المشاهدين طبعا، وإن شاء الله كده يعني ربنا يبلغنا رمضان كله كده باذن الله يا رب ان شاء الله. لكن كان مهم جدا نعرف الناس ان الحمله الممنهجه الدايره خلال هذه الفتره الرد دايما بيبقى بسيط طبعا من خلال الارقام. يمكن الارقام هي اللي بتبين ان ما يحدث من حملات خلال الفتره الاخيره ضد النادي الاهلي، الجهاز الفني او اللاعبين، الارقام بتبين الحقيقه من الخطا. طبعا يمكن الارقام بتاكد ان يعني هنعمل مقارنة كده ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك من بداية شهر يناير منذ تولي لاسارتي النادي الأهلي مهمة تدريب النادي الأهلي. مقارنة ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري اللي هم الأربعة الأوائل في الدوري، هنلاقي إن النادي الأهلي مع لاسارتي لعب 17 مباراة. النادي الأهلي في يعني فاز في ال 17 14 مباراة، اتعادل ماتش واحد، خسر ماتشين. حصل طبعا النادي الاهلي الاكثر حصولا على نقاط، دي اول حاجه 43 نقطه. النادي الاهلي اهم نقطه، اقل نادي في الفرق كلها فقد نقاط، دي اهم نقطه. النادي الاهلي فقد 8 نقاط بس في 17 مباراه. نروح لنادي الزمالك لعب 13 مباراه بس من شهر يناير، اقل نادي لعب فيهم في عدد المباريات، ودي ملحوظه مهمه جدا. الموضوع تاني احنا بنتكلم فيه بعدين. فاز في 7 مباريات، اتعادل في 4، خسر في 2، حصلوا على 25 نقطه مع جروس. فقدوا كم نقطة نادي الزمالك؟ 14 نقطة في 13 مباراة، دي أهم نقطة. لكن النادي الأهلي فقد كام؟ 8 بس. النادي الأهلي أقل نادي فقد نقاط منذ شهر يناير. نادي بيراميدز لعب 16 مباراة، فاز في 10 مع رامون دياز، مع رامون دياز اتعادل 5، خسر 1، أخذ 35 نقطة، فقد كم نقطة؟ 13 نقطة. يعني نادي بيراميدز من شهر يناير فقد أقل من نادي الزمالك، يعني رقم 1 نادي الاهلي، رقم 2 نادي بيراميدز، رقم 3 نادي الزمالك. النادي المصري، النادي المصري بقى لعب 17 مباراه منذ تولي ايهاب جلال، فاز في 8، اتعادل في 7، خسر في 2، حصل على 31 نقطه، فقد كام نقطه؟ 20 نقطه. الاكثر فقدا للنقاط النادي المصري 20 نقطه. طب نسبه الحصول على النقاط من النقاط، الراجل لاسارتي ده جاب كام نقطه؟ 84.3%، 84% من النقاط بتاعته. جروز جاب 64%، دياز جاب 72%، 72.9 يعني حوالي 73، ايهاب جلال 60.8 يعني 61%. اذا النادي الاهلي مع لاسارتي الاكثر الحصول على الاكثر نسبه حصول على النقاط. طيب نسبه الفوز، النادي الاهلي الاكثر نسبه الفوز 82.3%، مقارنه بنادي الزمالك 53.8%، نادي بيراميدز 62.5%، النادي المصري 47%. نيجي لاحرز اهداف، النادي الاهلي جاب 30 هدف، نادي الزمالك 23، نادي بيراميدز 32 هو الاقوى على مستوى الهجوم، يمكن النادي الاهلي قريب منه 30 هدف، نادي المصري جاب 24 هدف. طبعا ده في ال 17 مباراه منذ تولي مارتن لاسارتي الاداره الفنيه منذ شهر يناير تمام من السنه الجديده. يعني اذا الاكثر احرازا للاهداف هو نادي بيراميدز ب 32 هدف. معدل احراز نادي الاهلي معدل احراز هدف في المباراه الواحده، ده بيحدد لك كل مباراه كل 90 دقيقه كل نادي بيجيب كام جون. النادي الاهلي متساوي مع نادي الزمالك 1.7، نادي الزمالك نادي بيراميدز زي ما قلنا هو الاقوى هجوميا بمعدل 2، والنادي المصري 1.4. نيجي بقى للاقوى دفاعيا وهو النادي الاهلي،
بتحكم ازاي ان هو اقوى دفاعيا؟ استقبل كام هدف وخرج كام مباراه شباكه نظيفه؟ على ان نادي الاهلي استقبل 9 اهداف بس في 17 مباراه. طيب كام خرج بشباكه نظيفه كام ماتش؟ 9 ماتشات من 17 ماتش. نادي الزمالك استقبل 14 هدف في 13 مباراه، نسبه عاليه طبعا، وخرج بشباكه نظيفه 4 مباريات بس من 13 مباراه. نعم. لكن نادي بيراميدز استقبل 16 هدف من 16 مباراه، يعني هدف في كل مباراه، خرج بشباكه نظيفه 6 مباريات بس. نادي المصري استقبل 17 هدف في 17 مباراه وخرج شباكه نظيفه 7 مباريات بس. اذا النادي الاهلي الارقام بتقول، او المقارنه دي بتقول ايه؟ بتقول ان النادي الاهلي مع لاسارتي هو الاكثر حصولا على النقاط، ده رقم واحد. رقم اثنين ان لاسارتي الاكثر فوز على مستوى الاربع فرق الاوائل. رقم ثلاثة النادي الاهلي مع لاسارتي اقل فريق فقد نقاط، فقد 8 نقاط بس، مقارنه بنادي الزمالك اللي فقد 14 نقطه، ونادي بيراميدز فقد 13، والنادي المصري فقد 20. النقطه الرابعه ان نادي الاهلي مع لاسارتي هو اقوى خط دفاع، بدليل ان النادي الاهلي استقبل 9 اهداف بس وحافظ على نظافه شباكه 9 مرات. تمام، خلينا بقى نروح ل عايز تقول ايه تاني؟ ده يمكن ملخص اللي بياكد ان لاسارتي يعني ايه مظلوم شويه، مظلوم وسط الضغط الاعلامي اللي عليه، وسط ان يعني الناس بصراحه في بعض الاعلام عامه بيجمل في بعض الناس، مجرد ان هو كسب مباراه او اتنين خلاص يحصل مجامله للراجل ده. لكن الراجل لاسارتي ده مجرد ان هو يعني كسب مباراه ما تحسش ان الراجل ده بيكسب، ما فيش اهتمام اعلامي بصراحه بلاسارتي تحديدا. فلا لا، لما تسلط الضوء والارقام، الارقام ما بتكذبش بالظبط كده. عشان كده انا كنت مصمم النهارده ان حضرتك تكون موجود علشان تقول لنا الارقام. هذه الارقام زي ما بقول لك دايما في لما تبقى في حملات كده موجوده فجاه بتلاقيها طلعت فجاه، اهم حاجه ان انت تجاوب بمنتهى البساطه وبمنتهى السلاسه وبمنتهى الهدوء. الهدوء بيقول ايه؟ او الارقام بتقول ايه؟ الارقام لا تكذب ولا تتجمل. صح، الارقام لا تكذب ولا تتجمل، وبالتالي دي ارقام مارتي لاسارتي حتى الان قبل مباراه سموحه بكره. وحضرتك لما بتيجي تقيم مدرب بتقيمه بالنتائج، كسب كام ماتش، اتعادل كام ماتش، خسر كام ماتش، بعد كده البطولات ان شاء الله. طيب، بطوله الدوري لما تيجي ياخد التقييم كامل باذن الله. خلينا ناخد عدد المحاولات للنادي الاهلي ايضا في كل المباريات. طيب، او معظم المباريات دي حاجه بقى مهمه جدا. يمكن الناس دايما بتتكلم ان النادي الاهلي بيروح فرص كتير، فرص كتير. عايزين نعرف عدد الفرص ده قد ايه منذ تولي لاسارتي. النادي الاهلي عمل كام فرصه منذ تولي لاسارتي في شهر يناير؟ عامل 195 محاوله على المرمى. رقم مهم جدا، دليل انت بتحكم على المدرب ان هو بيوصلك للمرمى. 195 محاوله في 17 مباراه. طب ايه ازاي بقى متقسمين ازاي ال 195؟ وجبنا كام هدف من ال 195؟ ده اللي هنقوله. يمكن اول مباراه كان ليه معانا لاسارتي مع بيراميدز، راح على الجون النادي الاهلي 7 محاولات منهم 2 صح، سجلنا اهداف واحد، هدف واحد بس. ايه نسبه التحويل الفرص لاهداف دي؟ حاجه اسمها الكونفرجن ريت. يعني ايه كونفرجن ريت؟ يعني انت رحت على الجون كام مره واحرزت هدف منهم كم، يعني احرزت كام هدف من كام فرصه. تمام، دي مهمه جدا. دي النسبه دي لو عندنا في النادي الاهلي عاليه ما كناش خلاص، كنت حسبت الدوري من بدري قوي. النسبه دي اهم، دي بتعتمد على التوفيق عند اللعيبه، بتعتمد على قراراتهم في الفينش، في اللمسه الاخيره. ده في بيراميدز كانت 14.3%. طبعا نسبه ولا في ماتش واحد؟ لا، في ماتش واحد، كل ماتش بالتفصيل. تمام، 14.3%، نسبه طبعا قليله. تاني ماتش سموحه، رحنا على الجون 10 محاولات على المرمى، عدد المحاولات الصحيحه 7، جبنا جون واحد بس. نسبه الكونفرجن ريت بتاعتنا 1%. مصر المقصه، مصر للمقصه دي فيها حاجه مهمه قوي، ان هو اقل مباراه رحنا فيها على الجون. نعم، اقل ماتش رحنا 6 محاولات بس، وفي نفس الوقت اكتر مباراه فيها كونفرجن ريت، اكتر مباراه حولنا الفرص رغم ان الفرص قليله سجلنا منهم. يعني رحنا على الجون 6 محاولات سجلنا 3 اهداف. نعم، بنسبه كونفرجن ريت بتاعتنا 50%. يعني سبحان الله، لما كنا موفقين سجلنا 3 اهداف. نيجي بقى لماتش وادي دجله، رحنا 8 محاولات. ماتش انبي، على فكره ماتش انبي ده ثالث اكتر مباراه رحنا فيها على الجون، 16 محاوله. نعم، سجلنا فيها هدفين. ماتش حرس الحدود اقل مباراه راح بيها النادي الاهلي على المرمى 6 محاولات، سجل بيها هدف. ماتش الانتاج الحربي 15 محاوله، سجل هدف واحد بس. ماتش الداخليه 13 محاوله، النادي الاهلي سجل 3 اهداف في ماتش الداخليه. الجونه 12 محاوله، سجل هدفين من ال 12 محاوله دول. تمام، البتروجيت 14 محاوله او على المرمى، النادي الاهلي راح 14 مره، 8 منهم في المرمى او على المرمى، سجل اهداف 4 اهداف، وبالتالي نسبه اعتقد افضل نسبه موجوده. دي تاني اكتر نسبه فيها كونفرجن ريت، تاني اكتر. يمكن من 8 محاولات سجلنا 4 اهداف، وده اكتر مباراه سجلنا فيها اهداف، النادي الاهلي سجل فيها الموسم ده
اربع اهداف ماشي. قدام بتروجيت. خلينا نروح بقى البيراميدز 12 على دي بالنسبه لي مهمه جدا. نادي بيراميدز 12 محاوله على المرمى منهم اربعه تارجت او اون تارجت ومنهم ما سجلناش ولا هدف ونسبه تحويل الكره. اهداف وبالتالي نسبه. احنا لو تفتكر اتكلمنا على هذه المباراه وقلنا المباراه دي ما تخلصش كده ابدا. تخلصش كده يعني احنا خسرنا فيها ولكن رحنا على الجون 12 محاوله. اذا المجموع 195 على المرمى بنسبه نسبه تحويل الفرص المؤثره 15-4. في حاجه بس ملحوظه مهمه قوي. لو لاحظنا اخر مباراتين قدامنا على الشاشه طلائع الجيش والنجوم رحنا كم محاوله لطلائع الجيش؟ 17 محاوله على المرمى جبنا 2. جبنا 2. النجوم 20 محاولة جبنا 2. طب ده بيقول ايه؟ اكتر يعني اكتر مباريات رحنا فيها على الجون اخر مباراتين. نعم. طب ايه السبب؟ دور على صالح جمعة. صالح جمعة طالما موجود وصلك للجون كتير جدا. صانع العاب مثالي للامانة. ومجرد وجود صالح جمعة وصلنا في مباراة الجيش 17 محاولة والنجوم 20 محاولة. اعتقد ان السبب الرئيسي وجود صانع العاب مميز زي صالح جمعة. نيجي بقى للمجموع وده اهم حاجة. عدد محاولات الاهلي على المرمى منذ تولي لاسارتي 195 محاولة في 17 مباراة. سجلنا كام هدف؟ 30 هدف. طب عدد المحاولات الاون تارجت منهم 86 من ال 195 بنسبة كونفرجن ريت كام؟ النتيجة النهائية 15%. دي النسبة اللي هي احنا محتاجين نعليها في الخمس مباريات القادمة. دي اللي محتاج لازم الكونفرجن ريت بتاعنا من ال 105. يعني انت من 195 محاولة جايب 30 هدف بس. يعني تخيل لو جبت نصهم بس يعني من ال 200 كنت ده يعني لو 50 جون من ال 30 حتى ربعهم يعني ربعهم. يعني النسبه دي لازم ان احنا نشتغل عليها. نسبه التهديف تحويل الفرص دي لاهداف سواء بقى اهدار الفرص الكتير الحاجات دي كلها لو طورناها في الفتره الجايه اعتقد النادي الاهلي هيمشي بقى في ايه في الصداره باذن الله واللقب. يعني عموما ده كان رد بسيط لغايه برضو بكره هنكمل بقيه الردود اللي عندنا دكتور احمد ولكن كنا محتاجينك تبقى موجود معانا النهارده عشان هذا الرد. اهم حاجه الارقام بيني وبينك. طبعا الارقام بتبين ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده. هو الكلام اللي الناس بتقوله ده دلوقتي جمهور النادي الاهلي لانه جمهور واعي وبيفكر وبيعرف يفكر ازاي هيبص بقى يقول لك ايه بعد ما تقرا بعد ما الكلام اللي حضرتك قلته ده هيشوف الارقام دي ويقول يبقى نستنى نشوف بقى الخمس مباريات القادمه وعلى هذا الاساس نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده باذن الله. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته غدا. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك النهارده. معلش جبناك من بورسعيد ولكن بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا وبسعد دايما بالتواجد مع حضرتك يا ربنا يخليك يا دكتور. خلينا برضو نطلع فاصل او بلاش فاصل خلينا نروح نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراته غدا امام نادي بكره الاهلي عنده سموحه معلش دماغي. اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراته غدا امام نادي سموحه بعد كده نرجع بقى نستقبل ضيوفنا الكبار الكابتن ابراهيم عبد الصمد كابتن شريف عبد المنعم كابتن محمد حشيش عشان نتكلم معاهم عن مباريات النادي الاهلي في الفتره القادمه بعد هذا الفاصل. نجوم مصر في ملعب الاهلي.